السلام عليكم. مع دخول فصل الصيف بتبتدي الحشرات تكتر جدا جدا، وخاصة الناموس اللي هو بيسبب مشكلة كبيرة جدا للناس، خاصة أثناء النوم، لأنه بيلدغ وبيمتص الدم، وده بيسبب مشكلة كبيرة جدا. وطبعا بيلجأ كل الناس طبعا لاستخدام المبيدات الحشرية اللي هي غالبا بتبقى مضرة جدا جدا على الجسم. طبعا يعني لا بديل عن استخدام المبيدات الحشرية، ولكن نستخدمها بالطريقة الصح بتاعتها علشان ما يحصلش اي ضرر للجسم. يعني لا تستخدم في وجود اطفال، نحاول نبعد الاطفال خالص اثناء استخدام المبيد الحشري، مش عايزين نقول اسماء. يعني نحاول يبقى فيه تهوية جيدة في الأوضة أو في الغرفة بعد رش المبيد الحشري. يعني بعد رش المبيد الحشري نهوي الغرفة مثلا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة تهوية جيدة بعد رش المبيد الحشري، علشان يقضي على كل الناموس والحشرات الموجود وما يسببش أو يسيب أي أثر في الغرفة، علشان نتجنب الآثار الجانبية بتاعته اللي هو ممكن مثلا للناس اللي عندهم ربو أو مشاكل في التنفس، ممكن يحصل لهم مشاكل في التنفس، ممكن مع كتر استخدام ممكن يسبب مشاكل في الكبد والكلى. كمان بتأثر على المخ والأعصاب، فيستخدم بالطريقة الصح علشان نتجنب الآثار الجانبية بتاعته. وكمان النقطة اللي عايزين ننبه عليها اللي هي بخور الناموس، من الحاجات المنتشرة جدا دلوقتي بخور الناموس. بلاش نستخدم بخور الناموس، من الحاجات الضارة جدا جدا على الجسم، لأنها حاليا بتتصنع من مادة اسمها البايروسرويد، ودي مادة سامة جدا جدا وليها أضرار جسيمة جدا على الجسم. كانت الأول بتصنع من مادة اسمها البايريسرين، ولكن حاليا دلوقتي مع ارتفاع تمن المادة ديت مبقتش تصنع من المادة دي، بقت تصنع من مادة اسمها البايروسرويد، ودي مادة ضارة جدا على الجسم. فبلاش بخور الناموس خالص، بلاش الأعواد اللي هي بتاع بخور الناموس. ممكن نستخدم أي مبيد حشري تاني، ولكن نستخدمه الاستخدام الصح بتاعه. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، تكون طلعتوا بأي معلومة ولو بسيطة من الفيديو، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.